مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. هل ستقاتل كوريا الشمالية وروسيا قريبا الناتو في أوكرانيا؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نفعل ذلك لا تنسوا متابعينا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم. أشارت التقارير الواردة من كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية في شرق أوكرانيا ومن عدد من مصادر روسية إلى أن كوريا الشمالية مستعدة لإرسال ما يصل إلى 100,000 فرد لدعم الجهود الحربية المستمرة للأحزاب الثلاثة ضد الحكومة الأوكرانية وأنصارها في الناتو. ويأتي ذلك في أعقاب التقارير تفيد بأن كوريا الشمالية ستدعم جهود إعادة الإعمار في شرق أوكرانيا، وقرر بيونغ يانغ منح اعتراف دبلوماسي للجمهوريتين اللتين اعترفت بهما موسكو في فبراير. تتمتع كوريا الشمالية بتاريخ طويل في دعم الجهود الحربية في جميع أنحاء العالم ضد المصالح الغربية، وعلى الأخص مساهمتها في جهود الحرب من قبل فيتنام وسوريا، بما في ذلك إرسال فنيين وأطباء ومستشاري مدفعية وقوات خاصة لدعم الحكومة السورية في 2010. سلطت المصادر الروسية الضوء على التجربة الكورية في حرب البطاريات المضادة، ويمكن أن تحظى بتقدير خاص مع قيام كوريا الشمالية بنشر أنظمة مدفعية أكثر قدرة بكثير من روسيا نفسها، التي أثارت في السابق التكهنات بأن روسيا قد تسعى لشرائها لمواجهة عملية التسليم المدفعية الناتو إلى أوكرانيا. ستسمح المشاركة في الحرب الأوكرانية للأفراد الكوريين الشماليين باكتساب الخبرة ضد القوات المسلحة والمدربة من قبل الناتو، والتي غالبا ما يتم توجيهها من قبل ضباط الناتو، مع تعزيز العلاقات مع روسيا والتي من المرجح أن تقدم موسكو تعويضات كبيرة لها. كانت كوريا الشمالية والولايات المتحدة في حالة حرب لأكثر من 70 عاما من قيام الضباط الأمريكيين والغربيين آخرين بأدوار رئيسية في دعم المجهود الحربي الأوكراني، من إدارة اللوجستيات إلى توفير المعلومات الاستخباراتية والتخطيط للعديد من العمليات الرئيسية، حيث يقاتل الكوريين الشماليون من جهة أخرى. سيشير الجانب إلى آخر نزاعات عدة، حيث يتقاتل الطرفان من طرفي النقيض إلى جانب أعداد كبيرة من المتطوعين الذين انضموا إلى الحرب من دول غربية. ورد أن المشاركة الموظفين الأمريكيين الرسميين قد توسعت، حيث زادت كمية المعدات الأمريكية بشكل أسرع مما يمكن للجيش الأوكراني استيعابها. قاتلت القوات الكورية الشمالية والروسية سابقا على الجانب نفسه في سوريا لدعم القوات الحكومية، ويمكن للعملية المشتركة في أوكرانيا أن تفعل الكثير لتعزيز العلاقات الدفاعية وتوفير خبرة رئيسية في العملية المشتركة للوحدات الكورية. ما هي المعدات التي يمكن أن تشرها القوات الكورية الشمالية معهم؟ مع الأخذ في الاعتبار التوافق العام للأسلحة الكورية الشمالية والروسية، لا يزال غير مؤكد إذا ما تحقق الانتشار بالفعل.